المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء، وهذه أبرز عناوينه. قوى سياسية وحركات مسلحة تؤكد أن حل راهن الأزمة السياسية يكمن في حوار شامل. المريخ يتأهب لسحق تشرين السوري غدا في الحصة الثانية على كأس الملك سلمان. أهلا بكم. دعت مجموعة من القوى السياسية وبعض الحركات المسلحة الموقعة على السلام لضرورة جلوس مختلف ألوان الطيف السياسي في البلاد وإدارة حوار شامل لا يستثني أحدا، وذلك لتجنيب البلاد المنعطف التاريخي الدقيق الذي تمر به. جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمت طهر اليوم بالخرطوم. نحن يعني في نداء أهل السودان، في تحالف القوى، في نداء أهل السودان وتحالف السودان العدالة تسعى وكل القوى المنضوية تحت نداء أهل السودان، نقول بأننا نحن نريد أن نخرج البلد من هذا المأزق الكبير، وهذا يتطلب حقيقة جمع كل أهل السودان ومحاولة وصول إلى أرضية مشتركة ولو بالحد الأدنى للحفاظ على البلد. أما محاولة استقواء بالخارج وفرض أجندة خارجية غير مفيدة للشعب السوداني فقط تفيد الدول التي تريد أن تفرض هذه الأجندات لن تمر أصلا. إلى ذلك تم التوافق على إقرار مبدأ العدالة وتقديم المفسدين لمحاكمات عادلة، تؤكد أن تغييرا عمليا تم بالبلاد ومن شأنه أن ينقلها من عبث الفوضى لاستقرار الدولة. فكر انه الحل في ان يجتمع كل ابناء الشعب السوداني حوار سوداني سوداني جامع لا يستثني احد، حوار سوداني سوداني لا يستثني احد، واي شخص اجرم او اذنب مكانه العداله ومكانه القانون، فالحل في المصالحه الشامله، الحل في الحوار السوداني السوداني لحل هذه الازمه، اما ما يحدث الان سيحسب بالسودان وسيحسب بوحده السودان وبجود السودان على الشعب السوداني ان ينتبه لذلك وان يقاوم ذلك وان يخرج كله لمقاومه ما يحدث الان في السودان. اجرت امانه الحج والعمره بولايه غرب دارفور القرعة للحجاج المتقدمين لأداء فريضة الحج للعام 1444 هجرية، وأوضح أمين أمانة الحج والعمرة بغرب دارفور حبيب النمير على أن حصة الولاية لهذا العام بلغت 624 حاجا وحاجة، بينما بلغ عدد المتقدمين 560 متقدما تم اختيارهم جميعا. وقال إن فترة سداد الرسوم قد بدأت اعتبارا من العاشر من أبريل وفقا للجداول الزمنية، مبينا أن الولاية بها ثمان محليات مترامية الأطراف لم تمكن الذين لديهم الرقبة للحصول أو للوصول في فترة التقديم الإلكتروني مطالبا بتمديد فترة التقديم حتى يتمكن جميع الراقبين من التقديم واستيفاء الحصة. كان المتقدمين لهذا العام لولاية غرب دارفور 560 حاج وحاجة، من الحصة الكاملة كانت حصة ولاية غرب دارفور 624، فتقدموا بالمقابل 560 والمتبقي 64، وإن شاء الله رب العالمين بدأت القرعة لكل المتقدمين كانوا فازوا بالنجاح إن شاء الله. والآن من اليوم الثاني بدينا في تسديد الرسوم بالنسبة للحاج، وكذلك اصطحبنا برضو طلبنا تمديد المهلة باعتبار أنه الحصة نكتملها لأن الولاية مترامية الأطراف والمحليات كانت نائية جدا، فبالتالي الآن نحن شغالين في السداد وشغالين في التقديم إن شاء الله حتى لإكمال الحصة بإذن الله سبحانه وتعالى. والحجاج إن شاء الله من صباح الباكر في الليل يوم الاثنين 10/4 يأتوا إلينا يأخذوا إذن التوريد لبنك الخرطوم إن شاء الله، ومنهم من بيورد عبر بنكك إن شاء الله رب العالمين. والأمر إن شاء الله حنتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكمل كل الحجاج إجراءاتهم في خلال هذا الشهر بإذن الله سبحانه وتعالى. ناشد المدير العام الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الأبيض الصادق محمد عثمان خلال وقوفه على الخسائر التي خلفها الحريق الذي شب مؤخرا بمحلج ربك، ناشد الجهات المعنية بتوفير سيارات الإطفاء وتمديد خطوط وأنابيب المطافي بمناطق تجميع القطن داخل المحلج، كما وجه الشركات بعدم استخدام جوالات البلاستيك في التعبئة تجنبا للحرائق
مشيدا بجهود إدارة الدفاع المدني ومطافي ربك وكنانة وكوستي. التهمت النيران كميات كبيرة مغدرة من القطن تفوق 3000، والحصر جاري للحصر الدقيق وحسب إفادة مدير المحلج. وحقيقة هذه الأقطان الحريق ناتج من استخدام المزارعين والشركات المستثمرة في عمليات اللقيط لشوالات البلاستيك، وكذلك الخياطة بالبلاستيك دي كلها بتساعد في إطار الحريق. وحقيقة إدارة الدفاع المدني الشرطة بذلوا مجهودات كبيرة ومغدرة في إطار إطفاء هذه الحرائق بالتعاون مع أخواننا في كنانة وربك. حقيقة ده مجهود كبير ومغدر في إطار إطفاء هذا الحريق الذي التهم الكميات الكبيرة من هذا القطن. وحقيقة أخونا برضو شركة الذهب الأبيض بذلوا مجهودات كبيرة في إطار توفير لودر لعمل الفواصل وخطوط النار، ودي بذاتها بتساعد في إطار المحافظة على القطن المعد للحليق. من جانبه أوضح مدير محلج ربك أن المحلج فقد كمية مقدرة من الأقطان نتيجة لهذا الحريق، وقد تمكنت فرق المطافي من فصل منطقة الحريق لحماية بقية الأقطان، شاكرا لكل الجهات التي ساهمت في إخماد هذا الحريق. تم الاتصال سريعا بالدفاع المدني، واستطاعوا يعني بجهد كبير جدا وبمساعدة الدفاع المدني من كنانة وكوستي وعسلايا حصر النيران في منطقة محددة، والآن جاري حصر الخسائر، ولم يتم حصر الآن حتى الآن لأنه خسائر بنفتكر أنها ما بسيطة كبيرة، وظروف الحريق برضها غير معروفة حتى الآن لأنها في وقت حقيقة صباح اليوم، وبالتالي ما كان في أي حركة بتاعت بشر ولا كان في حركة بتاعت آليات حتى نعتقد بأنه يعني يكون في شرارة طالت من عربية ولا شرارة طالت من جرار وكذا وبتاع. نفذت حكومة ولاية القضارف مشروعا للسقيا الجوالة عن طريق التناكر، استهدفت بها عددا من أحياء المدينة الطرفية التي تعذر وصول الإمداد المائي لها. وقال والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب إن حكومته تبذل جهودا كبيرة في محوري الحل الإسعافي والجذري من أجل توفير إمداد مائي مستدام لمواطني مدينة القضارف. ورياضيا، ينتظر أن يجري هيرون ريكاردو المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المريخ عددا من التغييرات على تشكيلته التي سيخوض بها المباراة أمام تشرين السوري لحساب جولة الذهاب ببطولة الملك سلمان للأندية العربية. ولا يستبعد أن تشهد التشكيلة مفاجآت جديدة بظهور لاعب أو اثنين بسبب وفرة الخيارات. ختام هذا المساء أعود وأذكر بالعناوين. قوى سياسية وحركات مسلحة تؤكد أن حل راهن الأزمة السياسية يكمن في حوار شامل. المريخ يتأهب لسحق تشرين السوري غدا في الحصة الثانية على كأس الملك سلمان. بهذا تكملت نشرتنا الإخبارية لهذا المساء. لمزيد من المعلومات والأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني شروق.net.sd. في أمان الله.